وسليم والعرضية جاء على الدالي، ولكن التغطية ممتازة من عبد الرزاق محمد ونحن مصطفى يلعب على القائم الأول بعاد من عبد الرزاق، لكن فقدها. يا سلام يا مصطفى شنيد على هذا المرور والتمريرة باتجاه غصن من أمام عبد الرزاق، ولكن عبد الرزاق أقرب وأسرع يقطع هذه الكرة ويهرب يتركها لمحمود البحر، يضعها في تمريرة عند محمود مهنا، انطلاقة ولكن لبعاد بعد ذلك تصل إلى رمية جنب جبلوية خطيرة عند محمود البحر، تمريرة مهنا، مهنا حاول المرور ولكن عبد الرزاق في المكان المناسب قطع الكرة الماضية، لعب باتجاه نصوح نكة ما تسعد كان ممكن خلالها يسجل، لكن ضغط كبير من لاعبي فريق جبلة دون التسجيل. ألكسندر غونزاليس، ألكسندر غونزاليس كان يدرب سنتر العالية وكان يخرج
يعول بالتالي المدرب رأفت محمد نسبيا عن فريق الفتوه في احداث الصوت. عبد الرزاق عمري صاحب الهدف ويسجل الهدف الثاني في مرمى الامبراطوري في المقام الواحد. ترويد الكره وبالتالي تعود مره اخرى في وسط الملعب. عبد الرزاق محمد الى لديب صلي الابعاد من عبد الرزاق محمد. لا تزال الكره هنا ماهر. اول انتصار للفتوه على فريق الدوري الاحتياطي بن كلاس. نور غريب كبير ناحيه الامام لكن ومناخ كره القدم في السنوات الماضيه مميز بشكل جدا وجاذب. محاولة لعب كرة خلف المدافعين انطلاقة ومحاولة وعبد الرزاق والابعاد في المرة الأولى قتال عرضية ولكن ابعاد بعد ذلك من عبد الرزاق لمحمد ينطلق تمريرة يحاول لعبها خلف المدافعين لكن عبد الرزاق لمحمد في المكان بشكل جيد يمرر باتجاه حمدكو. حمدكو بيلعب على القائم الأول ابعاد من دفاعات فريق حطين ابعاد من محمد مصري خطرة 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 انطلاقة لعبد الرزاق لمحمد على الجهة اليسرى يجيد هذا المركز ايضا عبد الرزاق سبق وان لعبه في مركز الطير الايسر ملعوب الكره باتجاه الامام نصوح نكدلي ممكن يحاول في هذه اللقطه خطيره الكره والتدخل وركله جزاء في الدربي بالفعل سبب بعض الخلل والمشاكل بالنسبه لفريق حطين استلم كره ولعب كره باتجاه الامام بالمقاص لحد نصوح نكدلي لكن تواجد تمريره عبد الرزاق داري استلام العوده الى عبد الرزاق ناحيه الامام حمدكو يحاول لعب الكره شوف الصوره ملعوب الكره من عبد الرزاق عالي وباتجاه خالد مبيض لا تنفيذ هذه الكره تلعب الكره على القائم الاول محاوله وبعد من محمود البحر والتسديده كره تلعب في المنطقه الخلفيه عبد الرزاق محمد والتغطيه الدفاعيه من امام عماد الحموي جيد جدا عماد